بكم إلى نشرة ثانية نبدأها بالعناوين. استشهاد وإصابة 10 منتسبين بينهم عقيد في الجيش إثر تعرض إرهابي. الدفاع تعلن صد هجوم لداعش بين ديالى وصلاح الدين. نجرفان بارزاني إلى بغداد اليوم للتباحث مع الحكومة والقادة السياسيين، رئيس إقليم كردستان في جولة جديدة لمناقشة القضايا العالقة. استشهد 5 منتسبين للجيش بينهم آمر فوج، وأصيب 5 إثر تعرض إرهابي على قاطع العيث في مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين. بيان لوزارة الدفاع: نعى العقيد الركن خالد ناجي آمر الفوج الثاني في اللواء 93 ضمن فرقة المشاة 21 مع عدد من المقاتلين بعد استشهادهم خلال التصدي للتعرض الإرهابي. وذكرت وكالة رويترز أن التعرض وقع في منطقة لا تزال تشهد نشاطا لبعض خلايا داعش بعد سنوات من إعلان النصر على التنظيم الإرهابي وتأكيدات بغداد الأخيرة بانتهاء خطره وانتفاء الحاجة إلى التحالف الدولي لمحاربته. يزور رئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني بغداد اليوم للقاء رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب ذكر في بيان أن بارزاني سيبحث مع السوداني العلاقات بين أربيل وبغداد والنقاش بشأن عدد من الملفات والقضايا المشتركة. وكان بارزاني زار بغداد أواخر الشهر الماضي حيث التقى كبار القادة والسياسيين وحضر اجتماعا لائتلاف إدارة الدولة، كما زار طهران الأسبوع الماضي للتباحث في العلاقات المشتركة وتعزيز استقرار المنطقة. تحديد البرلمان موعد انتخاب رئيسه واختبار جديد للقوى السياسية في حسم شغور المنصب النيابي سواء تحت قبة التشريع أو في صالونات السياسة. أكثر من نصف عام على إدارة جلسات البرلمان بالوكالة، مدة لا يبدو إنها ستطول أكثر بحسب المعطيات بعد تحديد السبت المقبل موعدا لجلسة التصويت على الرئيس الجديد. ومع تحديد الموعد ثمة تساؤلات تطرح: هل سيحسم المنصب داخل جلسة التصويت بقرار أعضاء البرلمان، أم إن الاتفاقات السياسية خارج بيت التشريع ستكون الكفة الأرجح لحسم شغور المنصب وفقا لأمزجة سياسية تتحكم باستحقاق غائب عن المكون السني منذ 6 أشهر؟ من ستكون له الغلبة في قضية التسمية تحت قبة البرلمان وليس خارجها؟ يعني اليوم الاتفاقات البينية ربما تتغير تحت قبة البرلمان، حتى قضايا المصالح أعتقد هي من باتت تعرقل هذه القضية، فربما اليوم نشهد اتفاق مختلف. على الأرض ملفات وقوانين مهمة تنتظر رئيس البرلمان الجديد، تحديات سياسية تضع رؤساء الكتل ونوابهم تحت قبة البرلمان أمام مسؤولية كبيرة في اختيار رأس الهرم في سلطة التشريع. وبحسب القراءة السياسية فإن الانقسامات بين الكتل لا تزال واضحة المعالم. أعتقد يوم السبت سيتم حسم انتخاب رئيس البرلمان، لربما تكون في الجولة الثانية وليس الأولى. نعم، انقسام ليس داخل البيت السياسي السني فقط، وإنما حتى داخل البيت السياسي السني والشيعي وحتى الكردي، لربما هناك من يعيد هذا أو ذاك. لا ثوابت في العملية السياسية، لكن الثابت حتما هو الاتفاق الذي قد يأتي بحوارات في الأيام المقبلة، بل حتى في اللحظات الأخيرة قبل انتخاب رئيس البرلمان الجديد. أحمد مؤيد، UTV، بغداد. قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري لبرنامج مع ملا طلال أنه لا يوجد مانع سياسي لإرسال الحكومة جداول موازنة السنة الحالية إلى مجلس النواب، عازيا تأخرها إلى تضخم الإنفاق العام. تأخير إرسال الجداول لا يوجد أي شيء سياسي فيما يخص موضوع إرسال الجداول. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية،
عدم إرسال الجداول هو بسبب العجز الكبير وكذلك إيقاف الإنفاق على المشاريع المستمرة داخل المحافظات وتجمع حجم الإنفاق الحكومي تضاعف بشكل كبير جدا في من خلال موازنة 23 وجداولها ووصل العجز إلى أكثر من 63 تريليون. ها نقطة. النقطة الأخرى عجز 24 جداول 24 تجاوز 80 تريليون وهو عجز كبير. وين أنفقت؟ وين أنفقت؟ وهو عجز كبير جدا. الإنفاق الفعلي الذي هو الحاصل حاليا آخر خطوة قامت بها وزارة المالية قامت بها الحكومة بشكل كامل هو سحب التخصيصات الموجودة في دوائر الدولة التخصيصات التشغيلية في دوائر الدولة في المحافظات منها ما المجاري البلديات غيرها حتى تحدد الإنفاق بسبب عدم وجود سيولة نقدية كافية لتغطية هذه المشاريع. من جانبهم قال خبراء في المال والاقتصاد إنه لا يوجد نقص في السيولة النقدية عند الحكومة مشيرين إلى غياب الرقابة البرلمانية على تنفيذ موازنة العام الماضي. أما الفلوس إن تنسحب لأن بدأوا يطبقون ما يسمى حساب الخزانة الموحد تندفع وبعد أسبوعين تنسحب الأموال إذا ما انصرفت على الرواتب فقط لذلك سيولة ما عندنا أي مشكلة. المشكلة الرئيسية هو اللي قاعد يصير بين مجلس النواب وما بين الحكومة متى تأتي الجداول لأن الفقرة 2 من 77 تلزم الحكومة بأن تقدم الجداول توافق عليها الحكومة ما توقف والصرف موحد. إن المشكلة حقيقة في كل الموازنات التي حدثت بالسنوات السابقة وفي سنة 23 هو غياب الرقابة وغياب المحاسبة. يعني في 23 ما شفنا حسابات ختامية. اليوم هناك طبعا العجز المخطط كان 63 تريليون لكن الفعلي الذي صرف مقارنة مع الإيرادات كان لا يوجد عجز يعني حسب البيانات اللي صدرت. ولكن هل تم تنفيذ إجراءات الموازنة أو بشكل كامل في 23؟ هل هناك لجان في مجلس النواب حقيقة يقوم بمتابعة ما الذي تم صرفه في 23؟ هذا الجانب الأول يحتاج إلى إجابة واضحة من مجلس النواب. أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن العراق رفع حيازته من الذهب في شباط الماضي بمقدار يزيد على 3 أطنان ليصل الإجمالي إلى أكثر من 145 طنا. وتشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطاته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل. ويعد الذهب ملاذا آمنا تقليديا للمستثمرين وخاصة في ظل فترات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق قتلة الدكتور فيصل الحويزي. مراسل يو تي في نقل عن مصادر مطلعة قولها إن المحكمة أصدرت الحكم على 3 متورطين بمقتل الدكتور الحويزي استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات. وكان المدانون قد هاجموا الأسبوع الماضي الدكتور المغدور وقتلوه في منزله بهدف السرقة. مربو المواشي يواجهون الحمى النزفية والسلطات الصحية تستنفر لمنع الانتشار. هذا الملف بعد قليل ابقوا معنا. الظهور الجديد للحمى النزفية يفاقم مصاعب مربي المواشي في العراق بعد مواجهة التغيرات المناخية. السلطات الصحية والزراعية تستنفر طواقمها لمنع تفشي المرض المعدي وقد تستمر حملتها في هذا الخصوص إلى أشهر. تعد ذقار بؤرة الحمى النزفية في العراق ب12 إصابة أسفرت عن حالتي وفاة فيما تجرى 21 فرقة بيطرية جولات لإجراء عمليات التغطيس والرش للمواشي في عموم المحافظة فضلا عن التثقيف بمخاطر المرض. يلا صور. هي واحدة من 21 فرقة بيطرية تجري عمليات التغطيس والرش للمواشي في عموم محافظة ذيقار. الحملة الربيعية بدأت في منتصف نيسان وتمتد حتى منتصف حزيران وربما تستمر حتى إشعار آخر
وفقا للموقف الوبائي للحمى النزفية سجل إصابات ووفيات في عموم مدن وقرى المحافظة. احنا في محافظة يقار سجلنا بإصابات بمرض الحمى النزفية لحد الآن 12 إصابة بمرض الحمى النزفية، منها حالتي وفاة. الحمى النزفية منتشرة في عموم أرجاء محافظة ذيقار، سجلت أعلى إصابة في قضاء الشطرة بواقع 5 إصابات، تبدأ بعد ذلك الرفاعي إصابتين، سوق الشيوخ إصابتين، وإصابة في كل من مركز محافظة ذيقار وقرمة من سعيد والبطحة. وفضلا عن التثقيف بمخاطر الحمى النزفية، شكلت ذيقار لجنة عليا للسيطرة على الأمراض الوبائية برئاسة المحافظ، راعت خطوات الحد من انتشار المرض وتوجيه الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات المنوطة بها. اتخذت هذه اللجنة توصيات، منها غلق حركة عبور المواشي بين مدن المحافظة، وتوجيه المستشفى البيطري بإجراء تغطيس عاجل للحيوانات المشتبه بإصابتها، كذلك منع الججر العشوائي خارج المجازر الحكومية، والتثقيف والتوعية الصحية للمواطنين الكرام حول طرق انتشار هذا الوباء. تشكل الحمى النزفية منذ 3 أعوام تحديا مهما لمربي المواشي والمزارعين في ذيقار، إذ أصبح مع التغيرات المناخية عاملا آخر من التأثير المباشر في اقتصاديات السكان، وأحد عوامل النزوح والهجرة إذ سجلت تصاعدا ملحوظا. من ذيقار، أحمد السعيدي، UTV. قال مدير الصحة العامة في النجف سعد نصيف إن المديرية لم تسجل أي إصابة بالسعال الديكي في المحافظة. بالنسبة للسعال الديكي يعني لم تسجل حاليا أي حالة، هناك حالات سعال موجودة في تراجع مراكز صحية ومستشفيات، تم أخذ نماذج من هذه المصابين الذين يعانون منها الأعراض، تم إرسالها إلى الوزارة وكانت النتائج سالبة، لم تسجل أي حالة سعال ديكي مشخصة في المحافظة حاليا. نعم، وأي التهاب بالقصبات الهوائية هو يسوي أعراض شبيهة للسعال الديكي، فالناس تدري من يسمعون ها سعال ديكي هذا سعال ديكي، بس هي أعراض موجودة، أعراض سعال بسيطة بس ما توصل إنه أعراض سعال ديكي. خمسة عشر طبيبا نفسيا في نينوى بمعدل 1 لكل 250,000 مواطن، فيما يقصد نحو 1750 مراجعا وحدة الأمراض النفسية الوحيدة في الموصل للتخلص من أمراض الصدمة والاكتئاب والقلق العام بفعل سنوات الإرهاب. نحو 1750 مراجعا يزور وحدة الأمراض النفسية الوحيدة في الموصل، من بينهم 250 حالة جديدة تتوزع إصاباتهم بين أمراض الصدمة وتمثل ما نسبته 20%، والقلق العام والاكتئاب بنسبة 15%. زيارات المرضى الذي يزورون المستشفى السلام التعليمي ومستشفى ابن سينا التعليمي ومستشفى الموصل العام، قسم منها بسيطة وقسم منها متوسطة وقسم منها شديدة، فحالات البسيطة يتم استشارة الطبيب النفسي في كيفية التخلص من المرض، والحالات المتوسطة والشديدة يتم إدخالها إلى ردهات المستشفيات. صدمات نفسية تعرض لها كثير من الموصليين نتيجة الحرب ومشاهد العنف والتنكيل التي مارسها الإرهاب، تسببت بمضاعفة أعداد المرضى إلى 3 أضعاف عما كانت عليه نينوى قبل احتلالها. زادت الأعداد تقريبا بما فيه تقريبا إلى 3 أضعاف عن الضعف ما قبل داعش، كون أنه المعركة دخلت يعني حرب ودخلت خسائر يعني بشرية ومادية، وقسم من العوائل فقدت يعني منازلها. ورغم الأعداد الكبيرة فإن أعداد الأطباء النفسيين لا يتعدى 15 طبيبا بمعدل طبيب لكل 250,000 مواطن، فضلا عن نقص الأسرة إذ لا تتجاوز 32 سريرا تتوزع على مستشفيات المحافظة في وقت تحتاج فيه الموصل إلى أكثر من 200 سرير. الموافقة على إنشاء المستشفى موجودة من قبل الوزارة، المساحة الأسرة 200 سرير، ولكن احنا عندنا مشكله في المكان، الارض ما عندنا. احنا نطالب من منبركم
مديرية البلدية في محافظة نينوى تخصيص قطعة أرض لغرض بناء هكذا مستشفى. ممكن أنه بأطراف القريبة على محافظة نينوى مو إلا داخل مدينة الموصل، ولكن هذه 200 سرير يعني أكو بها شروط خاصة، أقل مساحة تكون لازم أقل شيء 15 دونم، يعني هذه تحتوي على مساحات خضراء، تحتوي على باركات، تحتوي على حدائق. ومع تزايد أعداد الإصابات بالأمراض النفسية في نينوى، لجأت منظمات دولية إلى فتح مراكز في مناطق مختلفة من الموصل، وخاصة تلك التي تحتاج إلى تداخل علاجي. مع غياب مركز الإيواء المختلين عقليا الذين تتراوح أعدادهم ما بين 60 إلى 100 مريض، باتت الشوارع والأسواق مأواهم ومسكنهم وسط مخاوف من استغلالهم من قبل عصابات الإتجار بالبشر. قاسم زيدي، UTV، الموصل. آلاف النازحين تستضيفهم مخيمات أقليم كردستان، تركوا سكنهم أيام تمدد الإرهاب والحرب عليه، وقد تضطرهم القرارات الحكومية في الأشهر القريبة المقبلة للعودة إلى مدن لا تزال غير مؤهلة لعودتهم وممارسة الحياة الطبيعية. ما تزال سنجار غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة، هذا هو واقع الحال أمام آلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريبا بعد تعيين وزارة الهجرة 30 من تموز المقبل موعدا نهائيا لغلق ملف مخيمات كردستان التي تستضيف نحو 157 ألف شخص، معظمهم من سنجار، موزعين على 23 مخيما. منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قالت إن قرار غلق المخيمات يهدد حقوق كثير من النازحين بمن فيهم أهالي منطقة سنجار الذين يستحقون العودة إلى ديارهم شريطة أن تكون آمنة وطوعية. وتشير المنظمة إلى أنه نظرا إلى نقص الخدمات والبنى التحتية وتردي الوضع الأمني في المنطقة، فإن الحكومة تخاطر بمفاقمة الوضع السيء بالأصل. تؤكد منظمات محلية أن العوائق الرئيسة أمام عودة السنجاريين ونازحي بعض المحافظات تتمثل بغياب التعويضات وعدم صرف مبالغ للنازحين تعينهم عند العودة إلى مناطقهم المدمرة، إلى جانب تأخر الإعمار وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقهم. وتلك مقومات إن وفرتها السلطات المعنية فإنها كفيلة بعودة النازحين إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم مجدداً. ويكفل الدستور العراقي حق المواطنين في كل من الصحة والتعليم والسكن والمستوى المعيشي اللائق، كما تنص المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي على أن تدفع السلطات المختصة تعويضات مناسبة إلى النازحين عندما لا يكون استرجاع ممتلكاتهم خيارا ممكنا، فيما تنص أيضا على تزويدهم بالمستوى الأساسي للمأوى والسكن. قد لا يصح تسميته بازاراً أو مهرجاناً، لكنه أقرب إلى معرض لتحدي الظروف وتدفق الإبداع من أعماق الحرمان. بازار النازحات في عملية الفلوجة، وتقرير التالي. قيل أن تقد شمعة خير من أن تلعن الظلام، وكما يولد الربيع وسط الشتاء أزهرت أنامل النازحات في مخيم بزيبز عطاءً إبداعياً تجلى عبر مواهب عرضناها في أول بازار يجمع المجتمعات المستضيفة والنازحين هنا في العامرية، على أمل بيع قطعة يشترى بثمنها غذاء لعوائلهن. نسوي مكان يسوون بعرض العيد، جبت نبيعهن بكذا حد يشتريهن. أي والله ناخذ 10 جهان، ناخذ طماطات، ناخذ خيارات. سمعتك مهرجان. مهرجان قلنا بكذا حد يشتريهن بهالمهرجان. أي والله أحد اشترى لبعض. والله بعد لسه شوفت عينك. من لوعة الحرمان وقسوة التشريد تنبثق هذه الرسومات لتعبر عن وجه جميل يبعث الأمل في النفوس. ضغوط العيش في خيمة أنتجت نساء يتحدين الصعوبات. شاركنا بي لأنه صعوبات الحياة شوية، وإحنا مهجرين من 2017 جينا لهنا، وهاي أول مشاركة طبعاً لنا هنا بازار. شو شفتي أجواء البازار؟ جميلة. شكل البازار فرصة لتعريف المجتمعات بالظروف القاهرة والتحديات التي تواجه سكان الخيام. حر هسه احنا ساعتين متحملنا، إن شحال قاعدات جوات شينكم، يعني ما عادوا من نساء كبار أطفال، من راجل رعاية صحية.
المهرجان الذي تضمن فعاليات ترفيهية لأطفال النازحين يسعى إلى إخراج النازحات من حالة الكبت والتعريف عن قدراتهن المجتمعية. هذا المهرجان ولد الكثير من التفاعلات الإيجابية ما بين المجتمعين. قررنا خلال المبادرة هذه لتسليط الضوء عليهم وعلى إمكانياتهم في سبيل التعاون مع الحكومة المحلية وكذلك تسليط ضوء المنظمات الدولية على إبداعاتهم. قرابة 1700 عائلة نازحة من جرف الصخر والعواسات ما زالت منذ 10 سنوات تواجه مشكلة عدم العودة، لكنها تصر على أن تكون جزءاً إيجابياً فاعلاً في المجتمع رغم ما يعانيه من حرمان. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. الموصل تروي وقائعها وحكايات موروثها عبر مهرجان يستخدم المسرح والدمى والصور والأفلام وسائل للتعبير. بعد نجاح كبير حققه مهرجان الموصل تروي في بغداد وأربيل، عاد ليعرض مواهب المشاركين فيه بالموصل. قصص وروايات مستنبطة من وقائع حقيقية يجسدها فنانون وفنانات بأعمال مسرحية مختلفة. مشروع الموصل التروي هو مشروع يتكلم عن التراث والكثير من الأمور الإيجابية التي كانت ولا زالت في مدينة الموصل. اليوم هذه الفكرة، فكرة مسرح الدمى، فكرة جديدة وغير مطروقة تدخل إلى مدينة الموصل من خلال التعامل مع الدمى وجعلها تتكلم وتحكي القصص. معرض للصور وعروض لمسرح الدمى وأفلام قصيرة وكتب مليئة بقصص واقعية استنبطت من أبناء الموصل، جميعها عرضت في المهرجان بلغات عديدة لتكون متاحة لجميع فئات المجتمع وكذلك السياح الذين لم يفوتوا هذا المهرجان. اليوم مهرجان الموصل تروي هو أحد سلسلة مهرجانات تقام في جميع أنحاء العراق. اليوم في محافظة نينوى، في تحديدا في قضاء الموصل. طبعا رسالتنا من هاي المسرحية إنه الموصل بها الكثير من الأفكار والثقافات اللي نحن نريد نعكسها عن العالم. وتشهد الموصل بين آونة وأخرى إقامة مهرجانات فنية وثقافية يسعى صانعوها إلى عكس صورة إيجابية عن المدينة، وأنها عادت لتكون حاضرة للثقافة والفن والإبداع كما كانت منذ آلاف السنين. وتعد الأعمال الفنية والمسرحية بمختلف أشكالها جزءا من الموروث الثقافي للموصل، فهذه الفعاليات غابت عن المدينة لنحو 3 سنوات، لكنها عادت لتروي ما عانت منه المدينة ليس على أرضها فحسب، بل في كل مدن الوطن. من الموصل، محمد سالم، يو تي في. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.